مرحبا أصدقائي، كيفكن اليوم؟ أنا فرحانة وزعلانة بنفس الوقت. فرحانة لأني معكم بحلقة من برنامجكم المفضل مدرستي ورح نفسر درس أيضا، إنما زعلانة لأنه هيدي آخر حلقة من موسم الثاني من برنامج مدرستي. معكم أنا الأنسة بترا وأنا معلمتكم للغة العربية. قبل ما نبدأ حصتنا عندي بعض الكلمات اللي نحنا مرقت معنا بموسمنا وبحصصنا. أول كلمة عندي إياها صباح الخير. أنا عند الصباح بقول لأهلي أو بقولكم صباح الخير. مساء الخير. عشية أو بالليل منقول مساء الخير. شكراً. أنا بشكركن على متابعتكن لإلي دايماً بكل حصصنا. أعتذر. أنا لما أخطئ بحق حدا بقول له أعتذر، وأنا بعتذر منكن أيضاً إذا أخطأت أو ما فهمت علي مثلاً شي درس أو سرعت بشي درس، بعتذر منكن. تصبح على خير. قبل ما ننام منقول تصبح على خير. لأهلي بقلن تصبحون على خير. عندي إلى اللقاء. أنا لما ودعكم بكل حلقة بقلكن إلى اللقاء. وعندي آخر كلمة أهلا وسهلا. لما برحب فيكم مثل هلأ بقلكن أهلا وسهلا، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم مدرستي. وهيك نحنا منرحب أيضا بضيوفنا. هلأ بدي منكم تكونوا مركزين معي، لكن قبل استمعوا لأغنية وأنا بلاقيكم بالفقرة التالية. ألوان أينما كان، ألوان عديدة في البستان، ألوان الطبيعة ألوان نراها في لوحة فنان. لون التفاح أخضر، أما الموز فلونه أصفر، لون الكرز هو أحمر، البرتقالي هو لون الجزر. ألوان أينما كان، ألوان عديدة في البستان، ألوان الطبيعة ألوان نراها في لوحة فنان. لون البحر نراه أزرق، لون الغراب أسود حالك، لون الغيم أبيض ناصع، ولون البني كشعر طارق. ألوان أينما كان، ألوان عديدة في البستان، ألوان الطبيعة ألوان نراها في لوحة فنان. حاضرين وجاهزين تنبدأ حصتنا؟ بدي منكم تكونوا مركزين معي، لأنه عنا هلأ مراجعة لأربع أحرف كتار كتير. أنتوا هيك رح تفكروا، لكن هن كتير سهلين، لأنه أنا بعرف أنه أنتوا دونتوا كل شي على دفتركن وعملتوا له مراجعة، هيك ما بتنسون أبداً، وبعرف أنه أنتوا منكن نسينن أبداً. أربع أحرف اللي هن، قبل ما نبدأ بتمريننا لأنه عندي كتير صور، الأحرف هني راء، ر، زال، زه. راء ما عنده نقطة، زاي عنده نقطة، من إلا زه. عنا قاف، ق، وكاف، ك. قاف من عرض صوتنا ق، كاف ك. راء ما عندها نقطة، زاي عندها نقطة. مع الأصوات الطويلة ومع الأصوات القصيرة حرف الراء وحرف الزاي ما بيختلفوا، فقط منضيف لقلن حرف، لأنه حرف الراء ما بيعطي إيده للحرف اللي بعده ولا حرف الزاي. دايماً
تذكروا أصدقائي أنه حرف الراء وحرف الزاي فقط بيعطوا إيدهم للحرف اللي قبله. حرف القاف فينا نقول بيبقى على ذات الشكل في وسط الكلمة، أكيد رح نشوف هلأ الأشكال أصدقائي بتمريننا، لكن مع الأصوات الطويلة قاف مع ألف تتصل فيها الألف ما بيتغير شكلها. الكاف يتغير شكله لأنه الكاف قلنا نرسم خط مائل، خط عمودي، خط أفقي، وألف كا. مثلا القاف مع الواو قو، ما بيتغير شكله. خلينا هلأ ننتقل لتمريننا، عنا كتير صور. خلينا نشوف أول صورة شو ممكن نحنا نشوف أي كلمة فيها يا راء يا زاي يا قاف يا كاف. عنا هون بحر ما في ولا حرف من الأحرف. عنا رمل، رمل في حرف الراء، رمل. نظبط حرف اللام نصححه. حرف الراء في أول الكلمة وهو ما بيتصل بالحرف اللي بعده. عنا هون غيمة، وهالغيمة بتطلع هواء كتير كتير قوي. الهواء ما فيه لا راء ولا زاي ولا قاف ولا كاف، لكن مرادف كلمة هواء اللي هو فينا نقول كتير قوي ريح. ري عنا حرف الراء أيضا في أول الكلمة وما تنسى ما بيتصل بالحرف اللي بعده. عنا هيدا الشكل، هيدي الأداة بتشبه سهم، لكن هيدي الأداة اسمها رمح. كانوا يستعملوها قبل اللي بحاربوا، بيستعملوه وبيزتوا أو بيرموا ليوصل على بعيد. رمح. عنا حرف الراء في أول الكلمة وأيضا منه متصل بالحرف اللي بعده. هون عنا شو عنا؟ فواكه، خضار. بكلمة خضار في حرف الراء، لكن كل محل يعني كل هالشي ومحل ما نلاقي الفواكه والخضار اسمه سوق. سوق ما قالت سوق لأنه بتصير حرف الكاف وما قاله معنى سوق. حرف القاف في آخر الكلمة كان حرف منفرد. عندنا هون صورة أنا رح ساعدكم وقلكم إياها. قش قش. قاف في أول الكلمة متصلة من جهة واحدة يعني عاطية إيد واحدة. وهون عنا بالصورة التالية هيدا الشي منحط بقلبه دفترنا وأقلامنا لما نروح على المدرسة، ومنقلا حقيبة. حقيبة نحنا ما بنلفظ التاء لكن بنكتبها حقيبة. عنا حرف القاف في وسط الكلمة ومثل ما شايفين أصدقائي متصل من جهتين، من الحاء مع الحاء ومع الياء. عنا هون هيدي الفواكه أو الخضرة، ومنقلا جزر. كتير مفيد الجزر، بقولوا الجزر بفيد النظر يعني بخلينا نقشع كتير منيح. خلينا نكتب جزر. بكلمة جزر عنا راء وعنا زاي. عنا زاي في وسط الكلمة، منلاحظ انه متصلة من جهة واحدة وما بتتصل ابدا بالحرف اللي بعدها وعندها نقطة. وعنا راء، راء في اخر الكلمة. عنا هون الحشرة ومنقله رينا قصة عنه، قصة زيز. زيز اللي هو
ما كان ابدا عم يشتغل او يعمل بالصيف، كان كل الوقت عم بغني ويمرح، والنملة ساعدته لما كان كتير جوعان. اذا عندنا كلمة زي ز. عن زي في اول الكلمة منه متصل بولا حرف من بعده، ودايما ما بيتصل بالحرف اللي بعده. وعنا زي زي ايضا في اخر الكلمة متصل بالحرف اللي قبله. وهون عنا لون زهري، احمر، اخضر، ازرق. عنا زهري ازرق، رح اكتب زهري ازرق. وكل هيدول من اللون ازرار، ومفردة زر، يعني زر واحد كلهم أزرار. عنا حرف الزاي بزهري في أول الكلمة، زاي بأزرق في وسط الكلمة، ما اتصل بالحرف اللي قبله لأنه الألف مع طائر. هون أيضا أزرار. عنا راء أيضا، عنا راء في وسط الكلمة وآخر الكلمة، ما اتصلوا ببعض، بينين شكل موزة. وزر، بكلمة زر عنا زاي في أول الكلمة، ما بيعطي إيده للحرف اللي بعده، لهيك كان الراء هو حرف منفرد وحطينا شدة لأنه زر عم نشد على حرف الراء. وهيك أصدقائي نحن بهالكلمات كلها منكون شفنا حرف الراء، حرف الزاي، حرف القاف، وحرف الكاف. بتمنى تكونوا تذكرتون واستفدتوا من تمريننا، لأنه جاتوا ركزتوا عليهم تما تنسون أبدا. وهلأ بدأ لكم، خليكن معي وأنا بلاقيكم بالفقرة التالية. زرافة. راكون. كوكب. قرد. بدي منكن هلأ أصدقائي تركزوا معي كتير منيح. عنا درس قواعد، لكن هالدرس القواعد منه جديد، شايفينه كتير من قبل. عن مفرد، مثنى، جمع. بتتذكروا شو الفرق بيناتهم؟ أنا كتير منيح بتذكر. المفرد بدل على واحد، خلينا نكتب حده واحد. مثنى على اثنان، يعني اثنان. جمع اسمه بدل عليها، جمع يعني كتير. لما نبلش نحكي عن ثلاثة وما فوق، يعني قد ما بدنا فينا نقول 24 100 200 1000 ملايين، كتير يعني. اذا مفرد واحد، مثنى اثنان، جمع ثلاثة. ورح نتذكرهم هلا اكتر مع تمرينين. عنا تمرينين، خلينا نبدأ مع أول تمرين. أربط المفرد بالجمع. بدي أربط يعني أرسم خط أوصل بين كلمة المفرد والجمع كتير تبع. رح أستعمل اللون الأصفر. عنا طاولة، فلاح، كتاب، جبل، ثعلب، قلم، فلاحون، أقلام، كتب، جبال، ثعالب، طاولات. طاولة جمع آخر كلمة طاولات. طاولة يعني وحدة، طاولات يعني كتير. فلاح
يعني واحد. جمعه أقلام؟ كلا. فلاح جمعه فلاحون. كتاب، أنا هلأ عندي مثلاً كتاب واحد، كتاب اللغة العربية. إنما لما بلش أدرس مادة الرياضيات، مادة اللغة الإنجليزية، إذن منصير كتب. عنا كتير كتب، كتاب كتب. جبل، جبل واحد، لما يصير كتير فيه جبال، يعني أكتر من جبل بيصيروا جبال. ثعلب، جمعه ثعالب. قلم، بقى عنا آخر كلمة اللي هي أقلام، أقلام. خلينا ننتقل لتمرين التاني. صنف الكلمات التالية. كيف بدنا نصنفهم؟ عندي كلمات، وعندي خانات، عندي مفرد بدل على واحد، مثنى بدل على اثنين، وجمع بدل على ثلاثة، وما فوق قد ما بدنا. مفرد، خلينا نشوف أي كلمة أو أي كلمة ما نحطها بهالخانة. عنا مكاتيب، مكاتيب كتير كتار، يعني أنا بضيفها على المثنى. خطأ، أنا بضيفها على الجمع، مكاتيب. قلم، عندي قلم واحد فقط، واحد يعني بالمفرد، قلم. مدرسان، مدرسان يعني اثنين، مثلا أنا ومعلمتكم جريس منصير اثنين، أنا معلمتكم شمس منصير اثنين. لما كون أنا ومعلمتكم شمس ومعلمتكم جريس منصير بالجمع، إنما هون مدرسان اثنين فقط. أبواب، أبواب جمع كلمة باب، باب واحد، أبواب يعني ثلاثة وما فوق، يعني منضيفة على الجمع. مظلات، مظلة واحدة، مظلات يعني كتار، مظلات. بيتان، إذا قلنا بيت بنحطه بالمفرد، بيتان يعني اثنين، بنوضعهم بخانة المثنى. بيتان، عفوا أصدقائي، لازم نوضع نقطة ونصغر حرف النون. بيتان، لأنه لما وضعت خط كان صار بيتات حرف التاء. جمع بيتان بيوت، يعني كتير بيوت. عنا آخر كلمة دجاجة، دجاجة واحدة فقط منضيفة على المفرد، دجاجة. دجاجتان مثنى، دجاج بالجمع. وهيك نحنا بيكون خلص تمريننا لليوم. منكون نحنا رجعنا عملنا مراجعة لدرس القواعد اللي هو المفرد مثنى وجمع، مفرد للواحد، مثنى لاثنين، والجمع لثلاثة وأكثر. هلأ صار وقت أني ودعكم أصدقائي. أنا كتير فرحت أني علمتكم بموسم الثاني من برنامج مدرستي وعلمكم اللغة العربية. بتمنى أنه تكونوا استفدتوا مني وتكونوا ركزتوا وحفظتوا كتير قصص وتعلمتوا قصص جديدة. هلأ صار وقت لكم، إلى اللقاء. تعيش
تعيش مدرستي، أحملها دوما في قلبي. أحبك معلم الغالي، أحب أيضا معلمتي. أرى أهلي دنياي ووطني، جميعا أراهم بمدرستي. مدرستي أحبها أحبها، أحب اللعب في ملاعبها. أحب رفاقي ورفيقاتي ودرس مختلف اللغات. أرى النجاح في حياتي، أراه من خلال مدرستي. تعيش مدرستي.